السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى هذا الفيديو ديالي يلقاكم احسن ما يرام يا ربي، ورمضان كريم الله يدخل عليكم الصحه والسلامه والعافيه وراحه البال كل ما تمنيتو ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم كيك ديال براونيز بالشوكولات وفيه مكسرات. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم ويكون على حسن الظن ديالكم، ونتمنىكم تتابعوني حتى الاخر. عندنا هنا في المقادير 100 غرام ديال الكركاع، 180 غرام ديال السكر، هنايا عندي 100 غرام ديال الزبده، هنا 200 غرام ديال الشوكولات، عندي هنايا جوج عواشق كبار ديال الكاكاو، جوج بيضات، 200 غرام ديال الطحين، قبيصه ديال الملحه، نص معلقه صغيره ديال البيكربوناتو، انا شريتها من ميركادونا، وهنا عندي فاني ارزا من حجم 7.5 غرام. نباشروا على بركه الله، واول حاجه غنبداو بها هي الشوكولات، غنديروه مع الزبده، غنديروه في حمام مريم. ها هو درت هنايا الماء فيه سخون ودرت فيه زلافه، وبعد ما ذوبنا الشوكولات مع الزبده هنا غنزيدو عليه السنيده، نخلطو مزيان، نزيدو عليه سكر فاني، نخليه على جانب هنايا، ونحطو هنا الطحين وغنغربلوه، وهنزيدو مع الكاكاو، وغنزيدو هاد المليحة، ونزيدو معاها نص معلقة صغيرة ديال البيكربوناتو، نحركو الكل هكا، نخلطوهم مزيان، صافي. ونزيدو عليهم هنا الكركاع راه مهرمش، ما درتوش رقيق، درتو شويه يكون شويه يعني باش يبان في العضه، صافي هنايا راه كلشي مخلط. غنمشي هاد البيضه غنزيد بالوحده بالوحده،
هنا نشعل الفران على درجه الحراره من 170 حتى 180 درجه الفوق لتحت، ونخلي الفران يسخن. صافي، هنا غنزيدو النواشف بشويه بشويه. هنا كنكونو مصاوبين هاد الطاولة، أنا غلفتها هكا بالبابيل ديال الفران، غلفتها من الأحسن باش تغلف باش متلصقش لينا. نحاول باش نشوفوها مزيان هكا أحسن، لأن مش تجي سائلة، تجي شوية مجموعة. صافي، بعد ما درت هدا في طاوة، دابا غنزوقها بطرفة ديال الكركاع، على حسب الإختيار. اللي عنده يدير الكركاع يديرو، اللي ما عندوش يقدر يدير يكتفي بحبيبه ديال الشوكولاط. هنا عندي شوية الشوكولاط الأسود، ندير من واحد شوية. صافي، ندخل الفران على درجة الحرارة 170 درجة الفوق والتحت. ودابا هيا خرجناها من الفران، غنخليها تتبرد واحد شوية لأنها باقا سخونة. تبرد واحد شويه، ديك الساعه غنقطعها وغتشوفوا الشكل ديالها النهائي ان شاء الله. ودابا انا غنقلبها، دابا غنقطعوها.
شوفي الشكل ديالها كيفاش يجي، تجي مهلكه. وهذا هو الشكل النهائي ديالها اخواني اخواتي، انتوا تشوفوا كيفاش جات. صراحه جات رطبه بزاف، معلكه من الداخل، معلكه معلكه من الداخل. نتمنى باش تكون شفتوها مزيان، جات معلكه يعني رطبه بزاف، بحال ساقيه وهي ما مسقياش. نتمنىكم تجربوها وتردوا عليا، ولا عجبكم الفيديو نتمنى لكم اللي ما مشتركش يدير اشتراك ولايك وتفعيل الجرس. ورمضان كريم، والله يدخل عليكم الصحه والسلام والعافيه وراحه البال وكل ما تمنيتو، الى وصفه قادمه ان شاء الله.